Mit wie hit عندك يا هيت ايش عندك هيت هيت ايش عندك هاي يا حمزه نورنا هاي مرحبا 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 بكم الناس الكل مرحبا بالساده المستمعين الكل مش احكيوا على شهر فيفري بلوتو فيفري او بالاحرى كما يقولوه بالتسميه الامازيغيه فورار يقول المثل في فورار تزهى الاطيار وتتفتح للجار ويتستوي الليل مع النهار ويخرج الجار للجار المثل هذا يدل على أنه شهر فورار يبشر بدخول فصل الربيع ويظهر هذا الكل بعض العلامات اللي في الطبيعة كما تفتح الأشجار اللي تصير العملية هذه بعد السبات الشتوي استواء الليل مع النهار في ثالث يوم من الشهر هذا وتبدأ العصافر والطيور تطير أزواج أزواج ويطويل معهم النهار كل هذا في الواقع يكون في النص الثاني خطر المثل يقول فورار أوله نار وآخره نوار النار لهنا بطبيعة يقصد كسوحية البرد هاو في اللول برد وبعد الطقس يبدأ يميل للاعتدال وتتفتح فيه الأزهار شو دخلوا طول الصحيح يا سيدي عدينا الليالي البيض وعدينا الليالي السود كما قلوا فيه مش ندخلوا توا فاش مش ندخلوا العزار في فترة العزارة أو أيام العزارة رجعت للرزنامة الفلاحية بالتقويم الأمازيغي لقيت فترة العزارة عادة تمتاز بتقلب الأجواء اللي هي من النقيض إلى النقيض أي من الصح والاعتدال كما قالوا جدود للبرد الكاسح وبرشا برشا برشا امطر لكن السنة بطبيعة مريناش امطر الفترة هذه يا جماعة تمتد حسب رأيكم قديش يكون عنده المعلومة 10 أيام لا 11 يوم مشني بعيد تم اشتقاق هالاسم يا جماعه من كلمه نستعملوها في حياتنا برشا العزري اللي هي العزري اي بمصطلح اخر زاد اي مصطلح اخر زاد نستعملوه اللي هو الاعزب اللي يمتاز ايضا بتقلب مزاجه اللي هو من نقيض للنقيض العازب اي من الفرح والسرور الى الغضب ساعات عموما يكون الطقس متقلب كيما ساعه وعلمها كيما عنده هو نجيو توا ليلي العزارة في هالأيامات هذه يكونوا كسحين بالبرد يا جماعة وساعات هو ومخه يتقلب ويولي تقص يتقلب ويولي تقص مزيان ومعتدل نرى وقتها بداية اخضرار الأشجار وخروج الأوراق من الشجر هذا الكل بالطبيعة وفق الموروثات الشعبية والمصطلحات اللي كانوا يستخدموها الفلاحة قبل من خلال ممارستهم الطويلة وتجاربهم المتوارثة من قديم الزمان فترة العزارة كما قلنا يا جماعة بكري ما قلنا تدوم 11 يوم يبدأوا نهار الجمعة اللي فات الموافق لـ 3 فيفري 2023 يوفيوا نهار الأربعة 13 فيفري الموافق لـ 2023 بعد 13 فيفري مباشرة باش نلقاو رواحنا في نهار 14 فيفري يبدأوا فيها يوم جدد يتسميوا بقرة العنز مش وقتها توا مانيش باش نحكيوا على قرة العنز توا خلينا توا في العزارة وفي يومات العزارة وكل شيء به ثم حكايات وثم خرافات حكوهم لنا كبارنا وكباراتنا وجدودنا وجداتنا في تسمية هالمصطلح هذا الخرافة الأولى تقول والحكاية الأولى تقول الطقس يكون ريح ومتقلب برشا والعزري هو العازب بطبيعة كما حكينا اللي هو يتأقلم في الجو والطقس هذا ويخرج يسهر عقابات الليالي في الريح والبرد وما يهمه في حتى شيء وهذاك علاش سموها العزارة الخرافة الثانية تقول اللي لم بكري كانت تتقسم أيامات العزارة على أولادها العزاب الكل واحد وكل واحد فيهم يكون انهاره حسب طبيعته وميزاجه كان ميزاجه صعيب انهاره يتعدى برق ورعد ومطر ورياح وما نحكيكم شي وإذا كان طيب وهادي وعاقل وحنين كيما أمير يجي انهاره مشمس وتقص ربيعي ونوار ودنيا يعمل أزهر. كيف يعمل كيف هذه بطبيعة معتقدات من قديم زمان ومن آلاف السنين تورثناها في خرافاتنا وحكاوهمنا الجدات وكباراتنا الكل وقت كنا نتلموا على الكانون ونتدفاو ونتبادلوا أطراف الحديث ساعة ساعة ويبدأوا هكا يحكيونا كالجدة تبدأ هكا لمتنا الكل ونحن يدينا الكل على الكانون تحكينا في خرافة الغول والجازية الهلالية وغيرها من الخرافات اللي قعدوا في مخيلتنا لليوم احنا نستناو في جايين الربيع بالطبيعة والدفاء والنوار وكل ما يتعدى نهار من الفترة هذه يا جماعة يولي نهار أطول والليل يقصر والدفاء يزداد نسبيا نظرا لطول ساعات النهار
هذا ش عندي لليوم. هذه كانت ثقافتنا وحضارتنا. نلتقي يا جماعة في بطبيعة غدوة مش نلتقي وبعد غدوة نلتقي في قرة العنز إن شاء الله. مش أحكي لكم حكاية مزيانة 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 على الأخر. أما مش على نهارية، على نهار برد، على نهار برد. هذا المطلوب، هو هذا المطلوب. أتك صحة يا حمزة، وهك عطيتنا محليها محلي موروثنا كثقافية بيانسور حاجة محليها لحكاية. والله والله يا نور رو حاجة 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 تمس بالحق، حاجة حاجة في مخيلتنا. راو تصور انت معناها الطقس قبل نذكر انا صغير كيفاش كانت المطر تصب وكيفاش كنا نروحوا معناها في الوقت هذا نروحوا بالمكتب 5:30 تاع العشيه ونلقاو هكا كل اللمه كل عزيزه هكا في الدار وكل نستناو فك القعده بتاع الكانون مجماره وكل مجماره وتبدا مماتي هكا الله يرحمها نستناو فيها هيا احكي لنا اش باش تحكي لنا اليوم تي وكاكاويه ودنيا فهمتني وتبدا الناس كلها على احر من الجمر تستنى الناس الكل فهمتني وكانت بالحق الاجواء بالحق باش نخرج شويه الموضوع كانت الاجواء العائليه بالحق يلمها بلوتو في كلمه يلمها طقس صحيح طقس معناها مش حاجه معناها تصور انت برد يلم عيله توا هاكا برد وثلج ومع شنو وكل واحد ليه في العيله مفرته والعيله مفرته اللي في القهوه واللي شد فيسبوك واللي امانه قبل نذكر امي واحنا صغيرت وانا صغيرت تقول لي دوما العزاره يمكم انتوما الأولاد. اي العزيب الأولاد تقولي كل نهار ونهار وكل ساعة وعلمة تقولي تقوم الصباح تلقى الشمس تقول نهار دي في نص النهار ولي نتر بعد العشية ترجع الشمس ما يخترلوش قالت لي العشرة ما دوم المدة هذه قالت لي يبديو الكنساء يتشفعوا منها وبعد شي جيك لمباركيات تقريب حاجة هكا جمرة الهوية في بالي حسنوا هو ثم دوم العزارة متاع الأولاد ثم متاع البنيات مخيلات شعبيه ان شاء الله تواجهك ونزيدو نحكيو عليهم باكثر في اطار تمييز ايجابي يقولوا تاع البنات خير من الايام الاولاد اه ايش خير من هكا شفت تمييز ايجابي من قبل مش من توا حتى الناس اللي عندهم الفجر وفي بالك ثم حكايه اخرى تقول اللي معناها في بطبيعه لهنا في معناها في المخيله الشعبيه نتاع الثقافه نتاعنا الكل اللي توارثناه وكل شيء يقولوا اللي معناها هذا معناها امتداد الكل معناها فتره العزوبيه باش معناها باش يرتبط معناها الشاب بالنصف الثاني اللي هي في قره العنز فهمتني اللي واتي سبحان الله 14 فيبر خويا عدها ريقت مش كلفك مش قابل شريك حياتك ولا ما نعرفش انا ولا كاو باش تدفع باش كدويات ودنيا امير ربي يحرك سبيبها يعطيكم الصحة ويعطيك صحة حمزة كنت هادي ايش عندك هيت ايش عندك هيت ايش عندك يلا متواصلين معكم بعد شوية الامير عنده ما يحكي لكم ولكن هذه كل بعد الموسيقى